بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات، شوطا ينتهي وشوطا يبدا بحفظ من الله ورعاية الشوط 18 في تعداد اشواطي هذا الصباح لسن الحقائق الاربعة كيلومترات. هي مسافتنا، هي معركة الحقائق. نسير مع حضراتكم للتعرف على مقدمة الشوط، على الصدارة، على من يحتل ايضا المقدمة. لأجد شاهين راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري من يتقدم المشاركين، بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات وانطلق بينون عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي مع المستوى الثاني. المركز الثالث يأتي دور سليل خالد بن علي بن راشد الشبلي، بينما رابع التحديات هذا اللي وصل وانطلق، ينطلق ايضا بشعار الذي غير مدون في كشف البيانات، بينما المركز الخامس ياتي دور في هذه اللحظات الصيرمي قاسم بن عوض بن سليمان لهديوي. المركز السادس ياتي دور في هذه اللحظات من الجانب الاخر، وصل في هذه اللحظات شعار حميد بن حمد بن راشد الزرعي على ظهر مناور، بينما المركز الثامن وصل في هذه اللحظات الكايد احمد بن عبد الله بن علي القنيبي. المركز التاسع ياتي دور حشيم حمد بن علي بن حامد الوهيبي، بينما عاشر الندى وصل في هذه اللحظات وانطلق ظبيان محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. هكذا هي نتيجتنا للعشرة المراكز المتقدمة، وما بعد العشر أسماء قادمة، أسماء معلنة عن التحدي، معلنة عن هذا التحدي والمنافسة في شرف انتزاع هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى البداية الأولى، إلى شاهين، إلى بن السهران راكان بن محمد بن سعيد العمري ليتقدم مع المركز الأول على ظهر شاهين، لينطلق بانطلاقة شاهين على الصدارة والبداية، بينما المطاردة والملاحقة من الصيرمي قاسم بن عوض بن سعيد لهديوي من ينطلق بانطلاقة الصيرمي. بو همام ينطلق مع الصيرمي، بينما ثالث المراكز شعار الزرعي مع مناور حميد بن حمد بن راشد الزرعي مع المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصل بينون عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي، خامس الندى والتحدي. ليأتي دور في هذه اللحظات حشيم حمد بن علي بن حامد الوهيب. المركز السادس وصل الوضيحي خالد بن عبيد بن عوض البلوش. المركز الرابع أو الثامن من ليتي عديم عمر بن عيد بن سالم القنوبي. تاسع الندى اول ظهور لشاهين بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي، واختم الندى مع قلمود راشد بن عبد الله بن سالم السعدي. هكذا هو ندانا الثاني، اذعناه لكم كامل ومكمل على ظهر هذه الاصايل. ولكن عودتنا الى البدايه الاولى، الى مناور وتحدي ديات مناور وانطلاقات الزرعي حميد بن حمد بن راشد الزرعي. من يتولى قيادة هذه القعدان؟ من يتولى هذه المسؤولية؟ مسؤولية قيادة هذا الشوط مع المركز الأول، مع المستوى الأول، والأداء الممتاز مع مناور حميد بن حمد بن راشد الزرعي. لكن من اللي وصل؟ من اللي انطلق؟ من اللي أعلن عن هذا التحدي؟ قلمود راشد بن عبد الله بن سالم السعدي، بعد ما ذعناه مع المركز العاشر. قادم من اجل المطارده، من اجل انتزاع هذا الشوط، بينما المركز الثالث شاهين راكان بن محمد بن سعيد العمري. المركز الرابع ياتي دور شاهين حميد بن حمود بن محمد
العمري والمركز الخامس من الجانب الاخر، اول ظهور لهذا الى مجد حمد بن سعيد بن سالم انصيري. ولكن عودتنا الى جولة الاوامر، جولة التكتيكات، جولة اصدار الاوامر، اربعة اسماء في موقع واحد، اربعة شعارات تتنافس من اجل الناموس، من اجل المطاردة. ولكن من اللي غير؟ من اللي بدل؟ مجد يا مجد، هذا مجد وعصاته راق دوامنه، ما قال له شيء النصيري، ما قال له شيء بعد حمد بن سعيد بن سالم النصيري، غير مجريات الامور. ما شاء الله تبارك الله، هذا العرض، العرض من نجد. وايضا المركز الثاني لياتي قلمود راشد بن عبد الله بن سالم السعدي. ولكن طار نجد، طار او مجد، طار الى المجد، طار الى السلام، طار الى الناموس، الى بر الامان، الى التحدي. حمد بن سعيد بن سالم النصيري روح بالسلام، روح، روح مع الانتصار. ما شاء الله تبارك الله، ذكر والله على هذا العرض، عرض ولا اداء ولا أروع، منافسة شيقة. سلام 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 مجد، سلام، مشكور يا النصيري، مشكور. حمد بن سعيد بن سالم النصيري المركز الثاني، فقنا الطياري محمد بن سعيد بن خنيفر الكاسبي المركز أيضا الثالث، يأتي المركز الثالث. وصل قلمود راشد بن عبد الله بن سالم السعدي. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، لو حراي عدا والاروع، منافسه شيقه مع ايضا المراكز المتقدمه، ليتي مجد من الصفوف الخلفيه ليدي السلامات لحمد بن سعيد بن سالم انصيري مع مجد. الانتصار بهذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز.